السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا الكرام من صحيفة المدى وتقرير بعنوان تلاميذ العراق حقائب خاوية ومناهج بالية. جاء في التقرير أن وزارة التربية عجزت عن تجهيز المدارس بالكتب المدرسية، وهو ما دفع إدارة هذه المدارس إلى إجبار الطلبة على شراء الكتب والمستلزمات الدراسية من الأسواق والمكتبات. وأضاف التقرير أن إطلاق المناهج الدراسية إلكترونياً هو أحد ملامح هذا الإخفاق التربوي. الكتب المدرسية يتم بيعها في المكتبات، وهي تتضمن على غلافها يمنع بيعها وتداولها في الأسواق وتوزيعها يكون مجانيا إلى الطلبة، مشيرا إلى عدم وجود رقابة حقيقية وعجز الوزارة في توفير المستلزمات المدرسية ولجوء المطابع إلى بيعها في الأسواق العامة. أزمة توفير الكتب المدرسية ليست ظاهرة جديدة في العراق، لكنها تفاقمت لاسيما بعد تحذيرات أطلقتها لجنة التربية النيابية وجهات أخرى حول عدم طباعة احتياجات مديريات التربية من الكتب المدرسية بسبب التأخر في إطلاق التخصيصات المالية وبدء العام الدراسي مبكراً. إلى صحيفة طريق الشعب ومقال للكاتب حميد المسعودي بعنوان إلى متى هذا العجز في مستشفياتنا؟ يذكر الكاتب أن معظم الحوادث اليومية المؤسفة التي يتعرض لها المواطنون، سواء كانت حوادث سير أم حرائق أم غير ذلك، تسفر عن جرحى ووفيات، ومن البديهي أن ينقل الجرحى إلى المستشفيات كي يتلقوا علاجات طارئة تنقذهم من الموت، وبالتالي يقلل ذلك من أعداد هذه الإجراءات العلاجية والوفيات، تقلل ذلك من الوفيات ويتوقف على وجود الأدوية المطلوبة والأجهزة الطبية المتطورة فضلا عن الملاكات الصحية الكفوة. لكن الأمر كما يقول الكاتب في العراق يسير بشكل مقلوب. حين ينقل الجرحى إلى المستشفيات في العراق يموت العديد منهم وتبدأ أعداد الوفيات بالتصاعد، ما يفاقم حجم الخسائر، وهذا ناتج عن نقص مستلزمات الإنقاذ والعلاجات اللازمة. حسب ما تؤكده تقارير طبية والإعلامية منها حيث تصدر على خلفية تلك الحوادث، وتؤكد أيضا في بعض الحالات أن أكثر من نصف الجرحى يفارقون الحياة. لذا كيف سيؤمن ذوو المصابين على حياة أبنائهم في المستشفيات الحكومية طالما أن المستشفيات غير قادرة على توفير أبسط مستلزمات العلاج والأجهزة الطبية، ناهيك عما تعانيه من مشكلات خدمية كثيرة ليس آخرها ضعف النظافة؟ أتساءل هنا، لماذا يكلف ذوو المرضى وجرح الحوادث بشراء الدواء من خارج المستشفى؟ أتحدث هنا حتى عن الأدوية الأساسية التي يجب أن تتوفر بديهيا في المستشفيات. هل أن الدولة فعلا أصبحت عاجزة عن الاهتمام بالقطاع الصحي إلى هذا الحد؟ أين مليارات الوفرة المالية التي يتبجح بها المسؤولون ليل نهار؟ لماذا لا ينفق قسم منها على القطاع الصحي بشكل مدروس وبعيدا كل البعد عن الفساد والتخبط الإداري؟ إلى صحيفة كتابات ومقال بعنوان المواطن يتضرر من الدولار، فمتى تتم السيطرة على أسعار الصرف؟ للكاتب باسل عباس خضير. جاء فيه المواطنون عامة ليست لديهم مصالح مباشرة مع الدولار وما يرتبط به من أسعار الصرف أو سواها من التفاصيل،
فالغالبية العظمى من الشعب تتكون من موظفين ومتقاعدين وكسبة، وهم مشمولون بالحماية الاجتماعية، وأغلبهم بالكاد يتدبرون أمور المعيشة بالدينار من خلال ما يحصلون عليه من مرتبات أو أجور، أو لكن سياسات الحكومة دفعت بالشعب إلى خط الفقر بسبب ضعف الدينار العراقي وقلة الدعم الحكومي وانهيار الاقتصاد. رغم مرور أكثر من 8 أشهر على قرار تغيير سعر الصرف الذي اتخذ في شباط من 2023، إلا أن المواطن لم يشهد أي تحسن في الأسعار، بما في ذلك السلع الضرورية من الخبز والبيض والخضروات والإيجارات والنقل وغيرها. وما حصل هو العكس تماما، فالرقم الرسمي هو 1320 يتم تداوله في النشرات الرسمية، أما في واقع الحال فإنه قريب من 1600 دينار لكل دولار. وذلك جعل الناس يتساءلون كيف يحصل ذلك، والبنك المركزي يضاعف مبيعاته من الدولار لتصل لأكثر من 1 مليار كل أسبوع، وكيف ينجو المتلاعبون بالسعر الرسمي من العقوبات، وفعلهم يعد من الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها الفاسد حسب القوانين النافذة. ورغم أن الموضوع آخذ بالتفاقم ويشكل رأيا عاما، لأن الغالبية يكتوون من الارتفاع الحاد بالأسعار، إلا أن المواطنين لم يشهدوا إجراءات حاسمة سوى تبريرات فقط ووعود لم تقنع المواطن قط. والناس أخذوا يستغربون من الحالة التي يمرون بها، فإيراداتنا من النفط آخذة بالازدياد، ومن المفترض أن تتحسن مستوياتهم المعيشية بخفض الأسعار. وفي السياق نفسه نقرأ تقريرا من موقع يالترا عراق بعنوان التعويم: الحكومة استسلمت في معركة الدولار ولن تغضب الفيدرالي. فمنذ مدة طويلة وتحديدا منذ منتصف شهر آذار مارس الماضي، تنازل البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية عن معركة الدولار كما وصفها رئيس الحكومة محمد شيع السوداني. على ما يبدو فإن البنك المركزي استنفذ جميع حلوله وحزمه التسهيلية المتعلقة بالسيطرة على أسعار الصرف والإجراءات التي كان يطلقها البنك المركزي للسيطرة على أسعار الصرف ومنع صعوده في السوق السوداء أو الموازية كذلك، إلا أن البنك المركزي يركز على إصدار قرارات وإجراءات تتعلق بمحاصرة الدولار والتركيز على هدف واحد هو منع إغضاب البنك الفيدرالي الأمريكي، من دون الالتفات إلى أي مدى قد يزداد فيه سعر الصرف في السوق الموازية. لم يرفع البنك المركزي والحكومة العراقية الراية البيضاء أمام سعر الصرف والسوق الموازية فحسب، بل إن قراراته وإجراءاته المستمرة التي تهدف لمنع إغضاب الفيدرالي الأمريكي تسببت بشكل مباشر برفع أسعار الصرف، أي أن البنك المركزي لم يترك سعر الصرف دون تدخل ومعالجة، بل ساهم كذلك برفع أسعاره أيضا بحسب مختصين، فتخفيض حصص شركات الصرافة وكذلك حصص المسافرين من 7 إلى 3000 دولار فقط، ومنع تسليم حوالات الدولار إلى المواطنين الذين تصلهم من الخارج، وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى تنشيف الدولار من السوق، جميعها بعرض أقل مقابل ارتفاع الطلب، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة منذ خفض السعر الرسمي إلى 1320. جميع إجراءات البنك المركزي الحالية تساهم وساهمت بشكل مباشر برفع أسعار الدولار. إلى صحيفة القدس العربية، جاء في افتتاحيتها: تطابقت تصريحات المسؤولين الغربيين في الرد على سؤال إن كانت حكوماتهم ستطالب إسرائيل باحترام القوانين الدولية في إطار عملياتها العسكرية على قطاع غزة، ولا سيما بعد إعلان حكومة بنيامين نتنياهو حصار غزة وقطع الكهرباء والماء والوقود والطعام ووصول السلع إليها،
وبعد ظهور أدلة موثقة على الاستهداف العشوائي للفلسطينيين واستخدام قنابل الفوسفور ضدهم، وإعلان مؤسسات أممية وحقوقية أن ما يحصل في غزة هو عقاب جماعي للسكان. وأضافت الصحيفة: لقد تكررت في تلك التصريحات جملة المسؤولية تقع على حماس مئات المرات، بل إن أحد قادة الأحزاب غير الحاكمة مثل كير ستارمر رئيس حزب العمال البريطاني كان أشد إصراراً على رفض وضع أي قيود على انتقام إسرائيل من الفلسطينيين. تحمل جملة حماس تتحمل المسؤولية أوراق الرخصة الرسمية الغربية لإسرائيل بشن حرب انتقامية ضد الفلسطينيين، وقامت بتبرئتها سلفا من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وتتجهز كذلك لارتكابها. اتخذ العديد من الدول الغربية بعدها إجراءات تمنع حرية التعبير التي كانت تتباهى بها، وصار العلم الفلسطيني وليس علم حماس فحسب تعبيرا عن معاداة السامية، وصدرت قرارات بمنع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في أكثر من بلد غربي، وهددت بعض العواصم الغربية بأحكام مشددة بالسجن ضد المشاركين في تلك المظاهرات. ما يحصل عمليا هو ظاهرة تاريخية يتماهى فيها الغرب مع إسرائيل، لا يتعلق الأمر بتجاهل تاريخ الفلسطينيين فحسب ونكباتهم وتهجيرهم وتبرير جرائم الجيش الإسرائيلي والتغاضي عن انفلات قطعان المستوطنين المسلحين ضدهم في الضفة، بل يتعلق كذلك عمليا بنزعة نازية تعتبر حياة الإسرائيلي والأوروبي أهم كثيرا من حياة الفلسطيني، وتبيح أشكال الانتقام التوراتي ضدهم في انحطاط تاريخي لا مثيل له. وهذه وقفة قصيرة مشاهدينا الكرام مع الرسوم الكاريكاتيرية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. يتكشف العدوان الصهيوني كل يوم عن مشاهد مأساوية تظهر حجم الدمار الذي ترزح تحته غزة وما تتعرض له ويتعرض له المدنيون، ومنهم مئات الأطفال، من قتل همجي واستهداف يصنف ضمن الأعراف الدولية لجرائم حرب. وقد وثق مصورون فلسطينيون مشاهد مؤلمة لأطفال قضوا في أثناء تلك الغارات العدوانية الصهيونية التي استهدفت منازل للمدنيين في مدينة غزة. كذلك وثق المصور معتز عزايزة مشاهد مروعة لأطفال خرجوا من تحت أنقاض منازل تعرضت لعدوان صهيوني مدمر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
وتذكر الوكالة الواضح أن الاحتلال يعتقد أن حجم الدمار الكبير سينقل الغزيين هذه المرة إلى موقع آخر لمحاولة النهوض من الركام أو حتى العدم إذا استمر التدمير على هذا المنوال، لكن فكرة الأسلحة الفائقة التدمير هذه قد لا تنجح مرة أخرى. قبل الختام مشاهدينا، فلنتابع المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. دكتور سألنا إذا بصير عندكم قصف في سوريا، لأنه هاي كلها نتيجة قصف وخوف. هناك معدل ارتفاع بعدد حالات السرطان، لكن ليس بالمعدل الحاد جدا. طبعا يعود هذا الارتفاع لظروف الحرب اللي عشناها، الأسلحة اللي تم استخدامها خاصة السلاح الكيماوي اللي استعمله النظام، أيضا لظروف الحرب والظروف المعيشية الاقتصادية السيئة، لأن الحالة النفسية والاسترس اللي عم بمر فيه الناس أيضا له دور في زيادة نسبة حالات السرطان. وهلا الخزعة هي بغازي عنتاب، عم نستنى لحتى تطلع، وطبعا أنا كتير خايفة من نتيجة الخزعة. تعرضنا بالمنطقة هون القصف بمختلف بكل أنواع الأسلحة. هذه الأسلحة لها تأثيرات تؤدي إلى طفرات معينة بحاجة فرق ومراكز متقدمة لإجراء هكذا دراسات، لكن للأسف الإمكانيات غير متوفرة عنا حاليا. مرضى السرطان هني بصراحة مرضى يموتون ببطء، بحاجة للدعم الدائم، بحاجة لتكامل الخدمات. التأخير اللي عم بيصير لبين ما يتحول المريض وتجي الموافقة ويدخل لجوا تركيا وإعادة بعض الاستقصاءات، فهو بصراحة بيفقد نسبة منيحة من فرصة الشفاء. بهذا مشاهدينا الكرام نطوي صفحات صدى الأقلام لهذا اليوم. تقبلوا تحيتنا والسلام عليكم.